انطلقت اليوم المسابقة المركزية للامتحان المعرفي لطلاب كلية الطب على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف وضع آلية جديدة لتقييم الطلاب وفقا للمعايير الدولية. المسابقة تأتي كنوع من تطوير التعليم الجامعي، لا سيما بعد توجيهات الرئيس السيسي بتطوير منظومة التعليم الجامعي في إطار خطة مصر التنموية. في إطار الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعي، عقدت اليوم المسابقة المركزية للامتحان المعرفي لطلاب 5 كليات طب على مستوى الجمهورية، بحيث يهدف هذا الامتحان الذي يعد الأول من نوعه إلى وضع آلية جديدة لتقييم الطلاب وفقا للمعايير الدولية. في نفس اللحظة في نفس التوقيت على مدار الجمهورية يكونوا الطلبة قاعدين بيمتحنوا على الكمبيوتر، تنزلهم الأسئلة من الكلاود والأسئلة دي تتصلح يتجاوب، ونبقى احنا قاعدين شايفين في وحدة مركزية زي اللي انتم موجودين فيها النهاردة، وحدة مراقبة مركزية تقدر تراقب كل الامتحانات في نفس اللحظة، وتقدر تحلل اللي خلص امتى بدري والنموذج الاسئله عامل ازاي، ومش بس كده نقدر نطلع النتائج في نفس اللحظه. 500 طالب وطالبه ادوا الاختبار الالكتروني الموحد، كل في محافظته في وقت واحد، ثم اعقب ذلك تصحيح الكتروني لاجابات الطلاب، مما يعكس نزاهه وجوده التقييم. مش هدفنا ان احنا بس نخرج شخص قادر على التشخيص الجيد، لا، احنا محتاجين نخرج طبيب جيد، والطبيب الجيد مش بس اللي بيشخص كويس، لكن اللي بيشخص كويس واللي بيتعامل مع المريض بشكل كويس واللي بيتعامل مع زملائه بشكل كويس. نجاح التجربة ديت بعديها ممكن نعمل ده ان احنا يبقى عندنا محاسب جيد ومهندس جيد وشخص يقدر انه يخرج الى سوق العمل يبقى مطلوب، يبقى هما الناس هي اللي بتجري وراه عشان هو عنده من الميزات ما تؤهله انه يحقق متطلبات سوق العمل. يعني لو ادينا هذا السيستم يطبق ان احنا نعمل حاجه زي اكزيت اكزام لكل الكليات، لكل خريجي الكليات الطب بعد ما يتخرجوا، قبل ما يخشوا في تكلفهم، فده هيبقى شيء جيد جدا. هيبقى عندك امتحان واحد موحد على كل الطلبه بيقيس مخرجات تعلم، يعني ما بيفرفش بعد كده طريقه التدريس كانت عامله ازاي، ولا المنهج كان صعب ولا سهل، ولا الاساتذه كانوا صعبين ولا سهلين، لكن هو بيقيس مخرج التعلم بتاع الكليه دي. خطوات جاده تتخذها وزاره التعليم العالي نحو تطوير منظومه التعليم من خلال اتباع اساليب وطرق حديثه تضع الطالب المصري هدفها الأول، والذي بدوره سيكون نواة المستقبل المشرق.